كمان على ذكر كورونا بقى وضحاياها، الكابتن الكبير رؤوف عبد القادر، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي، داهمه فيروس كورونا لكن الحمد لله بشكل خفيف شويه. يمكن قبل ما اجي لحضراتكم مباشره اطمنت عليه، قال لي انا عازل نفسي في البيت، الحاجه الوحيده الاعراض اللي ظهرت عندي تاثر حاسه الشم والتذوق، دول الاثنين بس اللي تاثروا شويه، في بقيه الاعراض الحمد لله ما هياش موجوده، لكنه كانت نتيجة المسحة بتاعته إيجابية، فبالتالي عازل نفسه وفقا للبروتوكول الصحي في البيت. فبنتمنى له إن شاء الله تعالى سرعة وتمام الشفاء، وألف سلامة كمان على حازم إمام كابتن نادي الزمالك، حازم إمام اللاعب لاعب نادي الزمالك ثبتت برضه عينته إيجابية، بنتمنى له إن شاء الله تعالى سرعة الشفاء، ونتمنى سرعة الشفاء لنجمنا العالمي الكبير محمد صلاح، اللي خلال وجوده مع المنتخب قبل مباراة توجو أصيب بكورونا وانتقل للجونة علشان يكون في عزل صحي خاص جدا في منتجع الجونة. طبعا متابعة عالمية كبيرة جدا لمحمد صلاح، ويمكن إصابته خلت ناس كتيرة تجتهد وناس تلقي باللوم على أصله حضر الفرح وأصله جه المعسكر وأصله مش عارف شكلها وحش في وشنا، في وشنا ليه؟ وكريستيانو رونالدو هو الرئيس الأمريكي ترامب، هو رئيس وزراء بريطانيا، مش كل الناس ديت دهمها فيروس كورونا؟ كورونا وغيرها من الأمراض ربنا يحفظكم جميعا لا هتقف لا على نجم ولا على إنسان عادي، لا على غني ولا على فقير، لا على وزير ولا على غفير، فبلاش إن احنا نجلد الذات ونعتقد إن احنا علشان حضر فرح. بالمناسبة تريزيجيه كان موجود معاه في نفس الفرح، وكانت المسائل زي حتى مع عمدة نجريج قرية محمد صلاح، قالت المسائل كلها كانت في التباعد، لكن هو ده قدر. وفي معسكر المنتخب ما صلاح كان موجود في المعسكر مع زمايله بياكلوا نفس الاكل ويتمرنوا وقاعدين مع بعض، لكن هي جت كده. فنتمنى لمحمد صلاح سرعة وتمام الشفاء ان شاء الله.